كاميرتنا في الشارع المصري، وكل يوم بنقي مكان جديد ومختلف، بيكون زمايلنا موجودين على الأرض، بنشوف الأحوال عندهم، بنشوف مشاهداتهم، الأجواء العامة، كل ما ليه علاقة بالحالة. خليني أقول إحنا دلوقتي هنكون موجودين، أو كاميرتنا تحديدا مع عمرو زميلي العزيز عمرو عبد الحميد، موجود في 6 أكتوبر في ميدان الحصري. ما 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 بعدنا مش ما ودناكش بعيد يا عمرو المرة دي، جنبنا يعني. أهلا بيك. اهلا بيك يا لبنى، طبعا برحب بيكي وبرحب طبعا بجميع مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه. هنا فعلا في اكتوبر مدينه جميله جدا. يعني لبنى هنا ميزه مدينه اكتوبر ان هي مدينه يعني بتجمع ثقافات كتيره وبتجمع جنسيات كتيره جدا، حتى في مصر نفسها يعني دايما ما تلاقيش حد من اكتوبر نفسها، تلاقي دايما جاي من محافظات كتير. فاكتوبر دايما مدينه بتجمع كل الثقافات. هنا طبعا يمكن الكاميرا بتوضح ورايا ان انا عند جامع الحصري، وهنا منطقه الحصري بشكل عام هي منطقه مهمة جدا لان فيها كتير من الكافيهات وفيها كتير من المطاعم، والمطاعم مش بس مصرية، مطاعم كمان في مطاعم سورية وفي مطاعم عراقية وفي مطاعم خليجية وفي مطاعم يمنية، في جميع انواع المطاعم حتى الصينية موجودة هنا في اكتوبر. يعني بصراحة هنا الجولة داخل ميدان الحصري بشكل عام بتكون جولة لطيفة جدا. صحيح. بيبقى في روح كده جميلة، موجود فيها جنسيات كتيرة كمان قاعدين. كمان اكتوبر مدينة شبابية لان فيها طبعا نسبة كبيرة جدا من الجامعات بشكل عام موجودة في اكتوبر، فبالتالي نسبة الشباب كمان اللي عايشة في اكتوبر هنا كبيرة جدا. مدينة اكتوبر من المدن الجديدة اللي تعتبر من اكتر المدن الجديدة فيها كثافة سكانية وكثافة مرورية، بس الحمد لله زي ما احنا شايفين المرور ورايا بيمر بشكل لطيف كعادة مدينة اكتوبر، لان طبعا شوارع مدينة اكتوبر برضو من الشوارع الجميلة. كمان رغم كل ده ان بيتم تطوير الشوارع ديت، يعني عندنا هنا في محور الكفراوي بيتم تطويره دلوقتي وتوسعته من الناحيتين، كمان في شغل بيتم في الاحياء زي الحي الثالث والحي الرابع في اكتوبر هنا في الشوارع والحاجات دي كلها. كمان في عندنا على المحور بقى الرئيسي لو كنا رايحين ناحيه ميدان جوينا كده، في عندنا هناك اكبر ممشى بيتعمل دلوقتي، ممشى سياحي واتعمل منه جزء فعلا بس لسه بيتم استكمال الباقي ان شاء الله في القريب العاجل، يعني هيبقى موجود هذا الممشى هنا في مدينه 6 اكتوبر. يا ربنا زي ما احنا بنشوف الحياه بتبقى جميله جدا، المدينه منظمه، كثافه السكان كبيره، ومع ذلك المدينه عندها القدره على استيعاب هذه الكثافه، فده بالتالي طبعا شيء جميل جدا. وبصراحه الجوله هنا في مدينه 6 اكتوبر بتبقى حلوه يعني، وبنبقى في القريب برضه استاذ ربنا. أيوه. يعني وديت طبعا لا فعلا يعني ونرجع لكم تاني. بص هي ما هو مش تحيز يعني عشان احنا في 6 اكتوبر وشغالين والكلام ده كله، لكن من المدن الجديده واللي فيها التوسع كبير وفي التنوع زي ما قال عمرو، ده حقيقي فعلا انك بتلاقي يعني تحديدا في المكان اللي فيه عمرو، لا بتحس انك في مكان تاني، يعني انه في اشقائنا العرب من مختلف الجنسيات، المطاعم اللي اتكلم عليها عمرو، الحركه ليل ونهار، يعني الدنيا صاحيه. فيعني حظك حلو يا عمرو، تعالى بقى بالسلامة إن شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا على الجولة اللي انت عملتها لنا دي في ميدان الحصري 6 أكتوبر. شكرا جزيلا لك يا عمرو.